להעביר לפנות את ההפגנה ולעלות לצאת מכיוון הכביש ולעלות למדרכה. אני מבקש שוב פעם, מדובר בהפגנה בלתי חוקית. אני מבקש מכולם לפנות. אדון השבאב, هذه מוזהרה סלמיה שרעיה לאטלאק לכי יחלק المجرمون صراح محمد علان المعتقل الإداري ولكي تتوقف الظاهرة الإجرامية المسمى وقف وكسر النضال الفلسطيني وكسر إرادة الأسرى السياسيين. محمد علان يطلق التهديد بوقف يكون ذلك وقف التنسيق الأمني مثلا، يكون ذلك بأن تتوجه السلطة الفلسطينية الرسمية من الأمم المتحدة، يكون ذلك بتحرك عربي وفلسطيني، يكون ذلك بمظاهرات عارمة في الضفة الغربية وفي قلنبيا وبمواجهة للمستوطنين يعني يقوم ذلك بأمور كثيرة. نحن هذا الأمر بالنسبة لنا، هذه القضية ليست قضية محمد علان، القضية هي قضية الأسرى الداخل والقضية أين تقف القضية الفلسطينية اليوم؟ هل نترك ابننا يموت أمام عيننا أم نقوم وندافع عنه وندافع عن كل أسرانا وندافع عن حقنا بالتالي؟ فأنا باعتقادي يجب أن تكون هذا الإضراب رافعة لتحريك النضال الفلسطيني. أنا الآن بالمناسبة نحن طلبنا أن يكون رجوع الأسرى عبادي جاي على السجود.